شو مدهم جيتي بالغلط يعني؟ لا تكوني خربطتي بالمكتب. يعني انتي ما رح تتركي الشغل؟ شو راحت حفلة مبارح الفاضي؟ بس ما مشي حاله شغلك الجديد يعني؟ خلص اسكتوا خلونا نفهم شو عم يصير. ما نحن كنا عم نقلك ما تتركي الشغل ومشان هيك رجعت. المدام نيها كانت رح تترك الشغل بس الشركة وقفتها بآخر لحظة. طبعاً اتأخرنا شوي بس لأني كنت مسافر برات البلد. نيها بتمنى ترجعي على الدوام بشكل طبيعي وتنسي هاليومين وكأنهم ما صاروا. شو اتفقنا؟ الفكرة إنه الشركة رح تخسر كتير إذا تركت موظفة شاطرة مثل نيها وذكية وحبابة وصادقة. إنها تترك الشغل ما فيني إلكن قديش تعبنا ونحن عم نحاول نقنع. نيها أنتي رحت عملتي مقابلات شغل ولقيتي راتب ومكتب أحسن من هون بكتير. رح شوف شو رأي الإدارة، ما رح يقبلوا. حتى بتعرفي يمكن يكونوا عينوا حدا تاني مكانك. وبالآخر هي حابة. قصدي هي بتحبنا كلنا بالمكتب. لهيك نيها شكراً كتير، شكراً لأنك وافقتي على طلبنا وتراجعتي عن قرارك هاد لتكملي شغل مع الناس اللي بيحبوكي. شكراً مرة تانية سوريش. ايه استاذ تستاهل، هي كتير منيحة. انبسطت كتير. وانا انبسطت. اهلين فيكي. يلا يلا الكل يرجع على شغله. يلا لا شوف. اكيد الكل يرجع على شغله. ثاني ياش استاذ انيها. شكرا. ولا يهمك، بس في عندي طلب. لو سمحتي لا تضلي تبكي على طول، لأنه أنتي بتطلعي حلوة وقت تضحكي مو وقت تبكي. بشوفك.